بس يا حبيبتي، بس يا زينة، مفيش حاجة حصلت. هو صحيح أنكل مراد ضرب بابي؟ لا يا زينة، باباكي اللي ضرب بابي. وبعدين مش عايزين نتكلم في الحاجات دي، انتوا مع جد الليلادي. كلنا الليلادي هنسهر مع جد للصبح، نحكي حواديت ونلعب. ما تخافيش يا زينة، بابي هيبقى كويس، مفيش حاجة خالص. عمر تعالى في الباب ده جايب هوا. وانت يا كريم، بابي مش وحش على فكرة. هما أكيد اتخانقوا عشان كلام فارغ، لكن هيتصالحوا. مش انتوا بتعملوا كده كل 5 دقايق تتخانقوا وتتصالحوا وتتخانقوا وبعدين تتصالحوا؟ مفيهاش حاجة خالص. يلا كلنا هننام السرير الكبير ده بتاع جدو. مش قلت 10 بالدقيقة تكون عندي؟ 10 ايه يا بابي؟ عاجل ايه بعد اللي حصل امبارح ده؟ بعدين علاء ومراد ما بيتشتشين بعض والدنيا مقلوبة وانا هركب. اسمعي الكلام اللي بقوله لك، جهزي انت بس. يا فادي انت فين؟ طيب ربع ساعة وهنزل لك تبقى جاهز عشان هتاخد بنت عمك وتخرجوا سوا. اسمع اللي بقول لك عليه. بابي اسمع بقى، أنا امبارح سألت على حاجة ولا عملت حاجة، من هنا ورايح مش هسأل، هعمل اللي أنا شايفه صح. اتفضلي واقفة ليه؟ جهزي. إيه ده؟ أنت بتزعق كده ليه؟ وأنت مالك يا سرايا؟ اتفضلي اقعدي جنب ابنك. كنت بتقول إيه لرانيا؟ مالكيش دعوة يا سرايا، اتفضلي. يا انا مش عارفه عند ابوك ده هيوصلنا لحد فين. طب ما تيجي نقوم. طيب احنا بقى لنا ساعتين كده ما نعملش حاجه، قاعده ملهاش لازمه يعني. لا مش هينفع نقوم، بابي في حاله مش طبيعيه دلوقتي، وبعدين احنا لو رحنا الاوتيل هيرجعنا تاني وانا مش عايزه كهربا بزياده. معلش معلش اعذري، برضو اللي حصل امبارح ما كانش بسيط. ولا اقول لك تعالى نقوم فعلا؟ ايه الجنان ده؟ ولا جنان ولا حاجه، انا لازم اروح عشان ارد عبد الله. عشان ايه؟ ارد عبد الله. عبد الله مش ابن ايهاب واميره يا فادي. بتحصل، تلاقي نفسك ماشي ورا مشاعرك وهي اللي صاحباك، تحس ان انت فوق الدنيا دي كلها ومش عامل حساب لاي ظروف ومش عايز دماغك تفرملك وتقولك لا. معلش يعني ممكن يعني تقولي بصراحة إيه اللي حصل من غير أي مقدمات؟ يعني طالما إنك اتكلمتي اتكلمي. أنا حبيته قوي وهو كمان، وصلنا لحد الآخر، للآخر قوي، وفي لحظة
لقيت نفسي حامل. طب هو فين؟ هو أستاذي في الجامعة، وطبعا أول لما عرفوا اتحول للتحقيق وقررنا إن احنا نبعد عن بعض، وأنا سميت عبد الله على اسمي وفضلت عايشة لوحدي. وفي يوم أنا تعبت قوي وعبد الله كمان سخن مني. في اليوم ده أنا حسيت إني لوحدي وإني خايفة قوي ومحتاجة لأمي تبقى جنبي وأكون في وسط إخواتي. قررت إن أنا أرجع ويا ريتني ما رجعت بجد. هو عادل عارف كل ده؟ أهو عادل ده بقى الحل الوحيد اللي أنا لو ما كنتش وافقت عليه مامي كانت حطت عبد الله في الملجأ. عادل هو شغال في الجمعية بتاعت مامي.